هذا طبخ نشوفه. الله يساعدك امي. حياك الله. شلونك؟ شلون اخبارك؟ الحمد لله. صحتك امورك زينه؟ الحمد لله. شنو مسوي غدا اليوم؟ والله تعال خلينا نشوف. والله تغدي انا من الساحه. تعالي. هذا القور الشاي هذا قور الشاي؟ ايش طبخت اليوم؟ بس تعال هنا يا امي تعالي. والله حشاك طماطه وبيض تغدي انا وبها. لا ليش حشاك؟ فيها الطماطه والبيض. ايه تعرفون بأي ساعة تاكلون وتشربون لو ما تعرفون؟ اي وقت، باي وقت ان احنا بعمل. هي. يعني على حلال نطلع ونرجع وجينا وقت الظهور وقت هالصلاة وقت هذا لو صلينا نتغدى ونكمل. ما تعرفون بأي ساعة؟ عندكم ساعة وقت تتابعون لو ما تعرفون؟ ما نتابع لا وقت ساعة. هسه تعرفون بأي ساعة تقريبا؟ اي. بأي ساعة؟ هسه؟ يجوز بالوحدة يجوز؟ اي. يعني تصورات تتوقعين؟ اي اتوقع اتوقع. شباب بأي ساعة هسه؟ احنا على الجامع مو ساعة بالوحدة الا ربع اي مؤذن جامعة حطتها بال 90 فرقها ربع ساعة كنت مسوي طماطم وبيض هنا؟ اي خي تغدينا خلينا نتمشى هنا شوي انا تعالي يمي تعالي تعالي لان شوي المكان ضيق ام منو حجيتي؟ ها؟ ام منو انتي؟ انا ما عندي هم ما عندي لا خلفة ولا كل شيء متزوجة؟ لا ما متزوجة؟ لا 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 شو عجب شو ما متزوجة؟ كنا احنا ما هي شيء من رب العالمين انتوا بقيتوا بهذا العمر؟ اي بهذا العمر. شلون العيشه هنا حجيه؟ والله عيشه يعني ويا وقتها والله صعبه. صعبه؟ اي والله صعبه. زين نومتكم هنا شلون؟ الحيوانات هاي المفترسه شلون؟ ذيابه؟ ذيابه ما نخاف احنا من ذيابه. والله كفو. والله ونعم. شلون؟ من ذيابه ندى ذيابه ما نخاف منها. شلون؟ اذا ما متخوف. هسه هو ذيب وجاك يعني شيت على البشر ما ياكله؟ لا لا ما ياكله. يعني اذا شيت عليه ما ياكلني؟ انت ما ادري شنو ياكلك انت ذيب ياكل دابة يعني حلال شيء ما ياكل بشر ها. ولا عمر بالعمر ذيب اكل بشر زين ما تجيكم هنا عقارب حياية ذيابة تجي نلقى عقارب ونلقى حياية ونلقاها يعني جوا الفراش من الصبح نشيله ونلقى بس الحمد لله والشكر ما تخافون منها اي ما نخاف منها يعني مرات يعني مو هذا العام هذا مثل العام المضي ايه. انا لدغتني والله وجعتني الى ما انتهى التعابير الله وسويتي ما سويت اي شيء رحت للمستشفى ولا ما رحت للمستشفى تحملت الالم تحملتها الى ما انتهت الحاله الله هلو غير واحد ايه؟ كان مات مكانه لا الحمد لله وشكرا الله يموت ما يموت صحه وسلامه ان شاء الله حجيه صحه وسلامه